دلوقتي جه ميعادنا مع تقريرنا اليومي عن سماحة الإسلام والأخلاقيات اللي لازم نتعامل بيها، وكمان التقرب إلى الله في هذا الشهر الفضيل. النهاردة التقرير بعنوان رحمة ربنا قريبة. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناس كتير مننا قعدت فترة كبيرة بعيدة عن ربنا، ولكن لما يجي يقرب بيبقى خايف، هل ربنا هيقبلني؟ هل ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لي ده؟ هل أنا ربنا أستحق إن أنا أرجع؟ طب لو رجعت اللي فات ده هعمل فيه إيه؟ طب أنا عندي 30 سنة وعندي 20 سنة وعندي 40 سنة، كل العمر ده اللي عدى الكلام ده هعمل فيه إيه؟ عايز أقول لك جملة لطيفة جدا قالها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن. قال إيه ربنا؟ قال ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمتي وسعت كل شيء. لما تروح لربنا سبحانه وتعالى وانت عليك زي ما عليك وعليك ذنوب الدنيا كلها، هيكون فرحان بيك. ربنا بيفرح بيا؟ وبيفرح بطريقة مش عادية كمان، وهقولك زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ازاي ربنا بيفرح بينا. ربنا سبحانه وتعالى لما بيهديني وبيرجعني لطريقه وانا اتحط على الطريق ده بالفعل وامشي فيه، الفرح هنا حكى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واسمع الكلام المهم قوي ده، سيدنا النبي بيقول لله أشد فرحا، شوف الجمال شوف الجمال، لله أشد فرحا بتوبة أحدكم، بتوبة أحدكم، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيفرح بينا قوي، وأشد كمان من مين يا رب؟ من أحدكم، من أحدكم حين يفقد. شوف الجمال واللطافة في الكلام، من أحدكم حين يفقد راحلته عليها طعامه وشرابه في أرض فلاة. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيكون فرحان أكتر من رجل ضاعت منه الراحلة أو الناقة بتاعته اللي عليها أكله وشربه في الصحراء، فلما أيس منها جلس. الرجل ده زهق وقال خلاص أنا هي ضاعت ومش هدور عليها، فلما أيس منها وجدها عند رأسه. لقي الرحلة دي والأكل والشرب في الصحراء، كان هيموت خلاص، لقيها فوق راسه. الراجل ده ربنا أشد فرح بالعبد من الراجل ده. الراجل ده من شدة فرحه قال إيه زي ما سيدنا النبي يقول؟ قال من شدة فرحي اللهم أنت عبدي وأنا ربك. تخيل من كتر ما هو فرحان اتلخبط. الفرحة دي متخيلينها عاملة إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيكون مبسوط وفرحان بينا أكتر من فرحة الراجل ده. اوعى تقول أنا خلاص والباب اتقفل وربنا مش هيقبلني وأنا عملت ذنوب كتير، عادي جدا، المهم ترجع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ لو لم تذنبوا، لو أنتم مش هتعملوا سيئات لذهب الله بكم، كان غيركم وأتى بقوم آخرين فيذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. إن إحنا نعمل ذنب ده طبيعي لأن إحنا مش معصومين، العصمة دفنت بموت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما إحنا طبيعي نغلط، طبيعي نقوم ونقع وربنا ياخد بإيدينا ويسترنا في حاجة ونقوم ونروح له، المهم ترجع لربنا، المهم تعرف إن ربنا بابه مش هيتقفل أبداً ما دمت عارف إن ربنا قريب منك وهيسترك وسترك ولسه كمان هيغفر لك، وكمان لسه هتغلط، خد بالك انت مش علشان مشيت في طريق صح يبقى مش هتغلط، هتغلط وهتقوم وهياخد بيديك مره واثنين وثلاثه وعشره، المهم تعرف ان في توبه وتعرف ان الباب خليه دايما موارب مع ربنا سبحانه وتعالى. كل سنه طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.